الأصحاح الحادي عشر. ولما أتم يسوع وصاياه لتلاميذه الاثني عشر، خرج من هناك ليعلم ويبشر في المدن المجاورة. وسمع يوحنا وهو في السجن بأعمال المسيح، فأرسل إليه بعض تلاميذه ليقولوا له: هل أنت هو الذي يجيء أو ننتظر آخر؟ فأجابهم يسوع: ارجعوا وأخبروا يوحنا بما تسمعون وترون. العميان يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يتلقون البشارة، وهنيئا لمن لا يفقد إيمانه بي. فلما انصرف تلاميذ يوحنا، تحدث يسوع للجموع عن يوحنا فقال: ماذا خرجتم إلى البرية تنظرون؟ أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم ترون؟ أرجلا يلبس الثياب الناعمة؟ والذين يلبسون الثياب الناعمة هم في قصور الملوك. قولوا لي، ماذا خرجتم تنظرون؟ أنبيا؟ أقول لكم نعم، بل أفضل من نبي، فهو الذي يقول فيه الكتاب: أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ الطريق أمامك. الحق أقول لكم، ما ظهر في الناس أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن أصغر الذين في ملكوت السماوات أعظم منه. فمن أيام يوحنا المعمدان إلى اليوم، والناس يبذلون جهدهم لدخول ملكوت السماوات، والمجاهدون يدخلونه. فإلى أن جاء يوحنا كان هناك نبوآت الأنبياء وشريعة موسى. فإذا شئتم أن تصدقوا، فاعلموا أن يوحنا هو إيليا المنتظر. من كان له أذنان فليسمع. بمن أشبه أبناء هذا الجيل؟ هم مثل أولاد جالسين في الساحات يتصايحون: زمرنا لكم فما رقصتم، وندبنا لكم فما بكيتم. جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب، فقالوا: فيه شيطان. وجاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فقالوا: هذا رجل أكول وسكير وصديق لجبات الضرائب والخاطئين، لكن الحكمة تبررها أعمالها. وأخذ يسوع يؤنب المدن التي أجرى فيها أكثر معجزاته وما تاب أهلها، فقال: الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت فيكما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. لكني أقول لكم، سيكون مصير صورة وصيدا يوم الحساب أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفرنحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. فلو جرى في سدوم ما جرى فيك من المعجزات لبقيت إلى اليوم. لكني أقول لكم، سيكون مصير سدوم يوم الحساب أكثر احتمالا من مصيرك. وتكلم يسوع في ذلك الوقت فقال: أحمدك يا أبي، يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم يا أبي، هذه مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء. ما من أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن شاء الإبن أن يظهره له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازحين تحت أثقالكم، وأنا أريحكم. احملوا نيري وتعلموا مني، تجدوا الراحة لنفوسكم، فأنا وديع متواضع القلب، ونيري هين وحملي خفيف.